أهلا بكم. البداية من سوريا، حيث ارتفع عدد قتلى قصف الطيران السوري والروسي على منطقة الغوطة الشرقية إلى أكثر من 100 مدني خلال 48 ساعة الأخيرة. الإعلام الحربي التابع لقوات النظام السوري قال إن الأخيرة باتت تسيطر على نصف مساحة ما تسيطر عليه من وصفها بالمجموعات الإرهابية في الغوطة الشرقية، وهي تحاول التقدم لتقسيم الغوطة إلى قسمين. من جهتها اتهمت المعارضة المسلحة النظام بانتهاج أساليب الأرض المحروقة، مؤكدة أنها لجأت إلى نصب كمائن في الأراضي التي فقدتها.